ده محمد، مسلم من أصل فلسطيني، عيلته كلها فلسطينية، بس هو ما اتولدش في فلسطين ولا عمره راحها. هو اتولد في الكويت عشان أبوه كان مهندس اتصالات شاطر وكان شغال في الكويت، والحياة كانت ماشية زي الفل لحد ما قامت حرب الخليج وصدام هبت في دماغه يحتل الكويت، فكان لازم مصطفى أبو محمد يهرب هو وعيلته من الكويت. فقرر انه يروح أمريكا ويعيش الحلم الأمريكي ويبعد عن الحرب والوش ويعيش عياله في مستوى أحسن. بس للأسف الحاج مصطفى ما كملش سنتين ومات، وبقى محمد وهو عنده 12 سنة هو المسؤول عن العيلة دي اللي مكونة من أمه وسميه أخوه اللي بيعاني من مرض التوحد ولازم حد على طول يعتني بيه، واخته نادية. ومحمد كان أصغر الأولاد بس كان لازم هو اللي يشيل المسؤولية، وكان في مشكلة أكبر بتواجههم غير مشكلة إنهم في بلد غريبة، إنهم مهاجرين ومعهمش أي واية يديهم حق اللجوء في أمريكا، يعني إن الآخي معهمش باسبورات يقدروا يروحوا ولا ييجوا ولا ليهم تأمين ولا شغل ولا أي حاجة. وعشان كده نادية ما كانش قدامها حل غير إنها تتجوز شخص أمريكي عشان تاخد الجنسية وعشان تبني أسيتها قبل العمر ما يعدي وتقدر تعيش حياتها. أي نعم أمها قطعتها فترة كبيرة عشان اتجوزت واحد أمريكاني أبيض مش من أصول فلسطينية وكمان مسيحي، بس قلب الأم يعني مش هتقدر يعرف يا بنتها على طول، فكانت برضو بتكلمها كل فين وفين. فعشان كده المسؤولية كلها كانت منصبة على محمد، هو اللي لازم يهتم بأمه وأخوه سميه. أي نعم سميه بيشتغل شغلانة بسيطة كده عشان يضيع فيها وقته، بس برضه هو عقله مش مكتمل وتصرفاته في بعض الأحيان مش طبيعية، أو بالأصح مش مسؤول عن تصرفاته أو كلامه حتى، فلازم حد تاني يعتني بيه. وأمهم ست غلبانة فلسطينية أصيلة ضاقت المر في فلسطين وبعد كده ضاقته تاني في حرب الخليج واتبهدلت واتغربت بعيد عن بلادها وأهلها وناسها، وما بقاش في هواية في حياتها غير انها تشتري الانتيكات وتعمل زيت زيتون، انما ايه مفيش منه اتنين. ومحمد كان حرفيا بيتنطط عشان يجيب فلوس، اشتغل في محل موبايلات واشتغل دي جي في نادي قلة ادب كده حاجة زي الكبايع عندنا، وكان بيبيع بضاعة مزيفة متقلدة على اساس انها اوريجينال. ما هو هيعمل ايه، هو عايز اي حاجة تجيب له فلوس وفي نفس الوقت معهوش ورق، فمفيش شغلنا ثابتة ليه ولا تأمين ولا اي حاجة. وعلى طول ادارة الهجرة واللجوء بتلاحقه، وهو وعيلته ماشيين في القضية دي من زمان عشان ياخدوا حق اللجوء السياسي في أمريكا، بس المحامية بتاعتهم فلسطينية بس بطيئة بطء السنين ومش شايفة شغلها خالص، وده اللي مايية صاحبة محمد قالته له، وقالت له كمان انه لازم يشوف محامية تانية عشان يصح اوضاعه في البلد دي. ومحمد بيحب مايية ومرتبطين بقالهم اكتر من سنتين، وهي مكسيكية ومعاها الجنسية الأمريكية وكمان عندها ورشة تصليح عربيات وشغالة كويس، وممكن محمد في أي وقت يتجوزها وياخد الجنسية وأوضاعه تبقى تمام. بس محمد كان خايف من ردة فعل أمه وإنها ممكن تقاطعه زي ما قطعت أخته نادية، وهو خايف على أمه لأنها لو قطعته مش هتقدر تعيش في أمريكا لوحدها ولا هتقدر تصرف على سميه، فكان دايما بيأجل موضوع الجواز ده، حتى ما كانش بيحب يخلي مايية تتقابل مع أمه أو حتى يتعرفوا على بعض أكتر عشان مش عارف ممكن يردد فعل أمه وتبقى عاملة إزاي، فكان بيتجنب المشاكل. المهم ما طولش عليك قول لي طول، محمد في مرة وهو في السوبر ماركت بيجيب أكل للقطة بتاعة أخوه سميه، دخل حرامية ضربوا نار هوب الطلقة عدت جنب دياع محمد عملت له خدش بسيط كده، وكان الإسعاف هينقلوه على المستشفى بس هو مرضيش عشان ملوش تأمين وكان هيدفع حوالي 5000 دولار. وبدل ما يروح المستشفى راح لواحد اسمه تشين بتاع تاتوهات كان عامله تاتو قبل كده باسم ابو مصطفى، قام مخيط له الجيح واداله علبة دواء كده وقال له دي هتهدي الالم بتاعك زي مسكن كده، بس اياك يا محمد تدمنها. يجا محمد البيت امه شافت دياع وقالت له من ايه ده يا ابني، ولسه بتكمل كلامها شافت الوشم، قعدت تلطم وتصيح وتقول له كده يا محمد تعمل وشم، اي نعم باسم ابوك بس في الاول وفي الاخر اسمه وشم. قال لها يعني ماما مش مضايقك اني خدت طلقه واللي مضايقك الوشم؟ قالت له ده خدش مش طلقه اولا يا حبيبي، والخدش مسيه يروح، انما الوشم هيفضل عار عليك ليوم القيامه. وبتعدي الايام محمد بيلاقي شغلانه في مزرعه زيتون، والراجل بتاعها كان طيب وبيحب محمد، بس كان الحراميه دايما بيسيئوا نص المحصول بتاعه. فمحمد قال له انا هجيب لك اجهزه تتبع صغيره جدا كده نحطها في المحصول، ولو حد سيئه تاني ان شاء الله نعرف نجيبه. وعدت الايام ومحمد بقى مدمن الدواء المسكن ده، وبقى مقصر على حياته وبقى يكذب كتير على مايية حبيبته، وهي اكتر حاجه تكرهها في حياتها الكذب والشرب لان ابوها كان كذاب وسكري،
وفضل يسحب من البنوك فلوس باسمها، وعشان كده هي مش قادرة تاخد قرض من اي بنك عشان تفتح بيه ويشة تانية وتكبر مشروعها. فلجأت لواحدة صاحبتها من وهم صغيرين اتجوزت واحد امريكي مليونير. راحت قالت لهم عايزاكوا تستثمروا فلوسكم معايا. فهم قالوا لها لا يا اختي، الفلوس عندنا ما فيش اكتر منها، احنا هنسلفك المبلغ اللي انت محتاجاه يا شحاته، وابقي سدديه على اقساط. فهي طبعا كانت طايره من الفرحه، بس الحدايه ما بتحدفش كتاكيد. هم كانوا عايزين يذلوها، وعشان كده كانوا بيخلوها تنظف وتعمل اعمال منزليه المفروض هي ما تعملهاش، كل ده بس عشان يكسروا عينها اكتر واكتر. ولما جه محمد يشوفها دب خناقه مع جوز صاحبتها دي، وقال كلمتين لمائيه خلتها دبت خناقه مع صاحبتها دي كمان، وشتموهم وقالوا لهم تولعوا بفلوسكم مش محتاجين منكم حاجه يا عالم يا زباله. وقام محمد خد مية مزيعة الزيتون عشان يهديها وخلاها تضحك وتتبسط، وقال لها ان شاء الله بكره يبقى عندك اكبر مركز صيانه فيك يا ميكا كلها. محمد بقى بجانب شغله في المزيعه كان شغال في بيع البضاعه المزيفه لسه، وجات له بيعه سوق مع راجل عصابات انما ايه ضخم ضخم واسمه دي. وراح له محمد ولسه بيعرض عليه البضاعه على رجال دي جايبين واحد وملسمينه، ودي قال له تخيل الحيوان ده عمل لي ايه، خدت طلقة في رجلي من قيمة يومين فرحت له عشان يعالجني عشان ما يروحش المستشفى واخش في سين وجي، واداني دواء وعالجني وقال لي ده مسكن واسبوعين وتخف. عدى الاسبوعين ورجلي كانت لازم تتقطع، واتقطعت فعلا. وطلع مين الواحد ده بقى؟ تشين صاحب محمد. ودي كان مصمم يقتل تشين او على الاقل خالص يقطع رجله زي ما تسبب في قطع رجله، بس الراجل اللي اسمه دي ده كان عنده السكر. فتشين قال له يا باشا انت ليه ما قلتليش انك عندك السكر، هو انا بشم على ظهري ايدي؟ دي من الاول غلطتك، لو حضرتك كنت قلتلي ان عندك السكر ما كنتش عملتلك العملية بالطريقة دي وما كناش وصلنا للمرحلة دي. ومحمد قال له فعلا كلامه منطقي، انت مش لازم تقطع رجله يا معلم دي، بص اسمه في شغله لمدة سنتين قدام. فقام دي موافق وقال له عشان انت صاحبه انا هقسمك في شغلك انت كمان وليا نص تمن البضاعة المزيفة بتاعتك دي كل شهر. ومحمد ما كانش يقدر يرفض وجه معاد الدفع، بس محمد ما كانش معلق جزء من المبلغ واداهم فعلا لدي. بس دي قال له يبقى انا كده ليا عندك مصلحة تانية، والنهاردة هتنقل لي بضاعة وتبقى انت كده سددت باقي المبلغ بتاع الشهر ده. بس المشكلة ان اليوم ده كان نفس يوم فرح اعز اصحاب محمد، واحد اسمه جمال شغال في القهوة يتعرف على واحدة امريكانية اسمها دالاس وحبها وهيتجوزها وهو برضه ياخد الجنسية، وكانت عربية محمد هي اللي المفروض تزف جمال، وسيد صاحبهم هو الحلاق اللي كان بيحلق لجمال. بس محمد جات له مكالمة من دي انه لازم يروح يستلم شنطة البضاعة دلوقتي، فراح فعلا عشان يستلم شنطة البضاعة وطلعت مخدرات وكان خلاص هيوديها لدي. بس سيد اتصل بيه وقال له انت فين احنا مستنيينك عشان انت اللي هتزف جمال بعربيتك. ومحمد ما كانش عايف يعمل ايه، المهم راح عشان ياخد جمال وسيد وكانت شنطة المخدرات في العربية، وهوب كانوا داخلين على كمين. فقال لهم محمد بقى على اللي فيها، وكانوا كلهم هيموتوا من الرعب. وقبل ما الضابط يفتشهم محمد لاحظ ان الكلب معاه باسبور وهو لا، فصعبت عليه نفسه لحد اما دخلوا على الضابط ولقوا ان مسيحي متدين، فاقنعوه انهم من فئة الكنيسة ورايحين حفلة تبع الكنيسة، فطلب منهم انهم ينشدوا له طينيبة، وفعلا عملوا كده، وده اللي خلى الضابط ما يفتشهمش وقام معديهم. ولما عدى اليوم بسلام وقبل ما يخشوا الكنيسة عشان جمال يتجوز دلس، محمد اعترف لمية بكل حاجة هو عملها، وانه بقى مدمن للمسكن ده وانه عايز يتجوزها عشان الكلب ما يبقاش احسن منه، وشوية كلام كتير كده جايح بيه احساس مية. فقالت له انت عارف ان اكتر حاجة بكرهها هي الكذب، وانت كدبت عليا وانا ما بقيتش اثق فيك، وانا مش هتجوز واحد بيكذب عليا. وقامت سابته ومشيت. سمي بقى شغال في محل بيعمل فياخ بس للاسف مش حلال، فجات له بنت مسلمة تطلب فياخ حلال، قال لها لا والله ما عندناش للاسف، فالبت مشيت. فسميه جات له فكرة انه ياخد 200 دولار من الخزنة وهيكتب بيهم ورقة لصاحب المحل ويروح يشتري فياخ حلال ويجي، وعمل كده فعلا. بس صاحب المحل قال له انت مجنون، انا كنت هبلغ عنك البوليس يا حرامي. فسميه قال له انا مش حرامي. قام صاحب المحل قال له انت ميفوت. فسميه ما كانش مصدق وتعصب وقعد يخبط في دماغه، وبعد كده قام دخل الحمام وقفل على نفسه الباب لحد اما جه محمد واخته وحلوا المشكله وادوا لصاحب المحل فلوسه وخرجوا هما الثلاثه وراحوا يقروا الفاتحه لابوه. والمحاميه الجديده اللي مسكت قضيتهم بقى اديت تحدد لهم ميعاد عشان القاضي يحكم لهم بحق اللجوء. اي نعم حصلت مشكله وفضلوا مستنيين فوق الخمس ساعات وطلعوا كمان مستنيين في مكان غلط،
لا وكمان لقوا المحامية القديمة بتاعتهم قدرت انها تجيب حق اللجوء لجاريتهم الفلسطينية، فقاموا يجوا عشان يروحوا المكان الصح بدل ما هم ده كله قاعدين في المكان الغلط. ولما دخلوا للقاضي، القاضي اتعرف على مصطفى ابوهم، وطلع ان القاضي ده من 20 سنة كان هو المحامي بتاع مصطفى، فبالتالي هو عايف وضعهم وانهم ناس كويسة وعيلة محترمة وتستاهل حق اللجوء، فكانوا طيبين من السعادة. بس لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل. القاضي قال لهم انا مش هقدر احكم في القضية دي لاني انا كده هبقى بحكم بمشاعري، ولازم قاضي تاني هو اللي يحكم فيها. فطبعا ما كانوش مصدقين اللي حصل ده، ومحمد بقى حس ان الدنيا كلها معنداه، حتى حبيبته سابته. وصحي من النوم لامه قررت انها هتعمل مشروع زيت الزيتون، وسميع يساعدها، وقررت ان محمد كمان لازم يساعده. بس محمد اتعصب عليها وقال لها انتوا مش حاسين باللي احنا فيه، مفيش اي حاجة عدلة في حياتنا ومش قادرين نعيش اصلا، هي دي عيشة دي؟ قامت امه وقالت له يعني انت عايزنا نعمل ايه؟ نقعد نعيط ونحط ايدينا على خدنا؟ لما اسرائيل دخلت بيوتنا وهجرتنا منها قعدنا نلطم ونصوت وحطينا ايدينا على خدنا، ولا كملنا حياتنا ورحنا بلد تاني عشان نقدر نعيش؟ وقامت برضو فيها الحرب، كنا المفروض نعمل ايه؟ ندفن نفسنا في الرمل؟ لا، كملنا وعدينا وجينا هنا وعيشنا وعايشين احسن من ناس كتير، وهنكمل وهنقوم ونقف على رجلينا. فقام محمد اتأسف لها وبص ياسها وايديها وقال لها انا هخلي صاحب المزرعة اللي انا شغال فيها يساعدنا في المشروع ده، من خلال انه يخليكي تعصري الزيتون هناك، وده هيوفر وقت ومجهود. فراح لصاحب المزرعة، فعلا لقى نص المحصول اتسرق تاني. فمحمد عيط عليه انه لو يرجع له المحصول اللي اتسرق يخليه امه تعصر الزيتون في المزرعة، والراجل وافق. ومحمد كان عايف المكان اللي اتسرق فيه المحصول من خلال اجهزة التعقب، وزايد صاحبه ما يديش انه يروح لوحده وقال له انا هاجي معاك. وراحوا فعلا ولقوا العربية اللي كانت سايقه المحصول، ودخلوا جوه العربية لحد ما وصلوا المخزن. بس للأسف كانوا عدوا الحدود الامريكية ووصلوا المكسيك، ولما نزلوا من العربية ما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي لحد ما جت العصابة وكانوا هيخلصوا عليهم. بس سانكس جاد طلعوا ناس كانوا شغالين في المزيعة، وعلى يقصوهم ماني ومحمد يعرفهم. ومحمد اتوصل مع ماني لاتفاق انه هياخد نص المحصول اللي هو سايقه عشان يخلي الراجل صاحب المصيعه يوافق انه يساعدهم في المشروع. بس كان في مشكله اكبر من دي، ازاي محمد هيعدي الحدود من غير باسبور؟ فكان لازم يعدي متهرب، وماني قام ساعده في كده ووداه لناس بتهرب الناس من حدود المكسيك لامريكا، وجم يهربوه فعلا. بس حصلت مشكله وخناقه كبيره كده، وحاول محمد ينفذ بجلده، والمهيبين دول افتكروا ان محمد مع الاعداء فحاولوا يخلصوا عليه، بس هو قدر يهرب منهم بالموتوسيكل. في نفس الوقت ده بقى امه راحت لمية وقالت لها على فكره انا مش موافقه عليكي، وكان نفسي محمد يتجوز واحده فلسطينيه مسلمه، بس محمد ابني بيحبك وانت اكتر واحده بتسعديه في حياته، وطالما انتم مبسوطين مع بعض انا كمان هبقى مبسوطه. ومحمد بقى واقف في نص السكه ما هوش عارف يروح فين ولا يجي منين، العصابه وراه والحدود قدامه. فوقف وقام ينا على مية واعتذر لها عن كل حاجة، وطلب منها انها تسامحه، وهي سامحته فعلا وقالت له يلا تعالى بقى عشان انت وحشتني. قال لها انا نفسي والله بس انا في المكسيك. قالت له انت ايه اللي وداك المكسيك يا نيلة النيل انت؟ ولسه بيحاول يشرح لها لا العصابة جاية وراها، فحاول يهرب منهم، وبيخلص المسلسل على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب ويدعمني كومنت عشان ابطل.